خلينا نشوطه يلا. يا روحي انت يلا. أول مرة بشوف بدر بحب حدا من برهات العيلة ومتعلق فيه نازلي خان. يا ترى شو سر هالمحبة؟ من أول نظرة حبينا بعض، يعني ما سويت شي لحتى يحبني. وقفت كتير مع عائلتنا وساعدتي، شكراً كتير فريد. ما قدرت كون معهم بسبب وضعي. فريد ضل حاله هالفترة وحيد، شكراً لأنك ساندتي. ما في داعي تشكريني بنوب، أنا مبسوطة بهالشي ومتأكدة إنه رح تعوضي لهم كل شي. وهي وصل الكيك بدر حبيبي. إجا الكيك. إجا الكيك. شكله حلو كثير. أمنيتي إني أشوف ماما وبابا ولو بالمنام، لأني كثير مشتاق لهم. طفي الشموع روحي. طيب. برافو. برافو حبيبي. برافو. برافو. برافو يا بطني. وهلا وقت تاخذ هديتك الحلوة كتير. يلا اسحبها. زارمة مو هيك؟ تسلم ناظري. أنا بحبك كتير كتير. وأنا بحبك يا روحي. إن شاء الله تكون عجبتك سارمة هي، لبين ما نجيب الأصلية طبعا. كتير عجبتني. شوف خالو، هي رفيقتي الحلوة سارمة. صار وقت هديتي. يا سلام. معلش تساعدني؟ حياتي خلينا نروح لهنا، هدية وهدينا إياها وقطعنا الجاتو معه أصلاً مو حلوة نطول هون. خلينا كمان شوي راكان، لسه بكير. تمام. لا لا أبداً معك حق، وأنا لاحظت هالشي كمان. شوي وبالحق. تمام. إيه طيب، بنحكي بالتفاصيل بعدين. لساته المكان مثل ما تركته. قديش هادي وحلو فريد. بتمنى يعطي شوي من الهدوء لأمي. أكيد خالي إيمان رح تتحسن بوجوده هون. سكر هلا. بوجود بدر رح تتحسن كتير. دنيا غريبة، تتذكر اليوم يلي لبسنا فيه الخواتم بهي الجنينة؟ حاسسته كأنه مبارح. إيه متذكر. ما عم صدق، كيف قدرت تنسى بهالبساطة كل شي حلو كان بيناتنا لهلأ؟ أنا ما عم بستوعب. ما بيهمني كل شي عم تقولي، بكفي تبعدي عني. ليكني بعدت عنك وما عاد شفتك، وهربت كل الوقت منك. ساويت كل شي لحتى أنساك فريد، بس لو ما افترقنا أنا وإياك كنا أكيد هلأ رح نكون أم وأبو لبدر. ديما شو بدك مني؟ مفكرتيني ولاد؟ إذا مليتي وحابة تتسلي ما رح تنجحي. قول لحالك هذا الحكي وحاش تتسلى مع الطباخة، بما أنكن عم تضلوا سوا طول الوقت. خدي زوجك وروحي من هون فوراً، بعدي عني وعن عيلتي ديما. لقيتي الشخص المناسب، لا تعملي مشاكل. أنتي وركان لابقين لبعضكم. ليك بشير، سمعني منيح شو بدي اقول لك. سامعك يا ليك.
لازم نعمله لفريد الوصفة نفسها اللي عملناها لأمير وزينة. شو هالنومة؟ يلا على القليل شربها. فيها العافية. يا الله، وحاطط اللابتوب بحضنه، رح أسحبه على الهدى. قلبي طيب، شو أعمل؟ لك اثبت لك شوي، هلأ بتتشنج رقبتك. نازلي فريد بيك، ليش حامل المخدة فوق وشي؟ لا فريد بيك عفوا، لما شفتك هيك نايم قلت بزبط لك نومتك مشان ما توجعك رقبتك، بس فقت ومشي الحال. أنا رح روح على المطبخ وساوي لك شوربة. بس أنا ما بدي شوربة. نازلي شوفي مين في على الباب. حاضر فريد بيك، خليك قاعد مثل الملك عم تعطي أوامر. تفضل. ديما خانم على الباب. شايفت وراك. ممكن تقولي له يفتح لي الباب نازلي؟ يا ريت تخبري فريد بيك. ايه طبعا فريد بيك. خليها تفوت، ما في مشكلة. بيقلك فوتها أهلا وسهلا. طيب. الشوربة جاهزة، رح تطيب من أول معلقة. أنا مو قلت لك ما باكلها؟ عفوا بس أنا ما سمعت. لو سمحت عاد منيح مشان تقدر تاكل. لو سمحت قرب شوي. شكرا إلك. ما رح تبطلي عناد أبدا أنت مو؟ أنا عنادي عاجبني. فريد سلامة قلبك. شكرا. نازلي شو مفكرتيني غريبة؟ على فكرة بتخلي أي شخص جاي يزور هالبيت يندم لأنه إجا لهون. برافو ديما. نازلي عم تطبق أوامري. رايحة على المطبخ. شو رأيك هلأ أنا طعميك الشوربة بإيدي؟ عندي إيدين ديما وبقدر أكل لحالي ارتاحي. ماشي. شو عم تساوي ديما وشو بدك؟ مرقت على الشركة وقالوا لي إنك مريض فحبيت زورك لأطمن عليك. منيح، زيارة المريض مانا طويلة. فريد تتذكر وقت كنا مخطوبين أنت مرضت كتير وأخذناك على المستشفى وأنا بقيت جنبك لحتى صحيت؟ لا ما بتذكر. معقول ما بتتذكر يا روحي؟ حتى وقتها حطيت إيدي على راسك وقلت لك إنه درجة حرارتك 38.5 وبعدين قسناها بالميزان وطلعت هيك. ديما مو متذكر أبداً. مو متذكر هداك اليوم ولا أنت مو حابب إنك تتذكره؟ الأصح تقولي إني مسحت كل شيء له علاقة بذكرياتنا اللي جمعتنا سوا. ردي على موبايلك. ايه حياتي. ايه حبيبتي، شو وينك وشو عم بتساوي انتي؟ انا برقت البيت. وانت؟ يعني انتي بالسوق؟ لا رحت على الشركة وهلأ بالكوافير. طولتي لرديتي فقلت بتكوني عم بتقيسي تياب ومشغولة. لا مو هيك، بس في كتير عجقة جوات الصالون فطلعت لبرا لحتى حاكيك. وينك انت؟ انا كنت بالاجتماع وشفت المحامي وأكلت معه كمان، وهلا خلصت شغلي قلت لشوف وينك. طيب أنا مو باقيان لي كتير، بخلص وبدق لك. ماشي. لنشوف آخرتها. نازلي
قولي لي بدك شي ديما خانو؟ ممكن تعطيني كاسة مي لو سمحتي؟ بعتذر منك، أنا انفعلت شوي وضايقتك مع إنه ما دخلك بالموضوع. اسمعيني شوي، أنا وفريد كنا كتير قراب من بعضنا، صح انفصلنا أنا وياه من وقت طويل، بس لهلأ بستغرب إذا بدي أخذ إذن لشوفه. كنتوا مرتبطين؟ آه، ليش مو مخبرينك؟ طبعاً أنا وفريد كنا مخطوبين، حتى كمان حددنا موعد العرس، بس الأمور تلخبطت وفصلنا، وهلأ صرت فوت على هالبيت وكأني وحدة غريبة مع الأسف. ممكن آخذها؟ شكراً إلك. تعرفي إنه أنا كتير بندم على اللي عملته؟ يعني من وقت اللي انفصلت عن فريد صار واحد تاني تماماً، تغير اتباعه وانقلبت حياته كلها. تعرفي شو؟ وقت كنا أنا وفريد مع بعض كان مختلف كتير عن هلا. لا ما بعرف بنوب. طبعاً ما رح تعرفي، مين رح يقلك؟ فريد؟ فريد مستحيل يخبرك بهيك شي، لأنه شخص كتير كتوم وما بيخلي حدا يعرف باللي جواته أو بشو عم بفكر. ايه مزبوط، هيك فريد ما بيحب يشارك حدا، بس أنا حبيت خبرك لحتى تعرفي. يا ترى شو السبب يلي ما بيخليه يروح لعند بدر ويتطمن عنه؟ بتشكرك لأنك عم تحكي لي، بس هاي الأمور ما بتخصني. عفوا، على كل لا تواخذيني لأني ضايقتك، أنتي بالنهاية فعلا ما دخلك وهالقصة مو كتير بتهمك أصلا، بس حبيت خبرك لحتى تكوني بالصورة. ولا يهمك ديما خانو، أنا هلأ صار لازم روح. سلمي على فريد إذا سمحتي. راحت ديما؟ راحت، رح أغسل هدول. وين الشوربة؟ مو قلت ما رح تاكل؟ غيرت رأيي. طيب ثواني لحتى ساوي لك صحن جديد. لكن رح أكلها هون. شو القصة؟ مبين عليكي متضايقة. أنت وديما خانم كنتوا مخطوبين صح؟ حتى انفصلتوا لما قرب الزواج، ليش مو مخبرني بهالشي؟ ايه وشو المناسبة لحتى خبرك؟ وشو يلي بيهمك بالموضوع؟ خليني اشرح لك بشو بيهمني، لأنه حضرتك بهدلتني وقت سمحت لديما خانم تفوت لهون لحتى تشوف بدر. أنت كتير اتضايقت وزعلت مني، وقت قلت لك إنه هي بتكون عمته خليها تشوفه عصبت علي. طلع ما بدك ياها تشوف بدر بسبب علاقتكن القديمة، مو لأنك خايف عليه. نازلي أنت بتعرفي شو عم تحكي؟ أنا بعرف منيح شو عم أحكي، لا تقلق. وأنا اللي مفكرتك خايف على بدر، طلعت مو هيك القصة. القصة أنه أنتو تخانقتوا لهيك ما بدك ياها تشوفه، حرام عليك. شو ذنبه لهذا الطفل لحتى يكون ضحية لخلافاتكم؟ مرحبا يا شباب. أهلين عزيز. قالوا لي إنك مريض فقلت بمر، كيف صرت هلأ؟ ماشي الحال. معافى. كيفك؟ منيحة، أنت كيفك؟ منيح. أنا ما رح أبوسك لأنه الفيروس يلي معك شكله قوي، يعني لدرجة خلاه يعطل. وقت قالوا لي بالشركة إنه فريد تعبان ما صدقت لأنه ما في شي بمرضه. لا أطمن، أنا منيح، رح روح ارتاح. استنى شوي خليني غير لك مخدتك ليصير في عنا قصة نحكيها بكرة لأولادنا. بسنة من السنوات يا أولاد جدكم فريد كتير مريض وهو ما كان يطيب إلا لما غيرت له المخدة. أوه ما توقعت قال هالقد بيوجع العيون. ايه خلص هاي الشغلة مو شغلتك، لا تتدخل بشغلات ما قالك فيها عزيز. كيف بتقطعيهم بدون ما ينزلوا دموعك؟ ومين قالك انه ما بينزلوا دموعي؟ انا روحي بتطلع وقت اللي بقطع البصل. عزيز خلص لك شو هالشغل هاد هلأ؟ معقول هيك علمتك؟ شلون بدك قطعهم؟ قطع لك اياهم ناعمين؟ اسمع
في مجموعة تعليمات وقواعد هون. أولا مو مسموح يتقطع البصل ناعم وينحط بالأكل، ولهيك منقطعون جوانح، اتفقنا؟ شو هالحكي؟ معقول تقطيع البصل له قواعد؟ أوهو، لو تعرف قديش لسه في تعليمات بهذا البيت أنا ما فيني أتحملهم. مثلاً الشوربة مو مرغوبة، هلكني، جنني. اسمع فريد، أنا المسؤول عن خرق القواعد ومستعد أتحمل المسؤولية. سكوت، شو صار لك؟ يلا روح لعنده وقعد انت وياه، يلا بتسلي شوي. خلاص بوعدك كون تلميذ مجتهد والتزم. ما بعرف، مو واثقه من كلامك. لا تطرديني من الصف، فورا بينزلوا دموعي. لا جرحت مشاعرك؟ بما انه دموعك نزلوا فرح سامحك هاي المره. خلاص لا تضحكني، هلا صوتنا بينسمع. يمكن فريد بيك نايم لهيك مو سامعنا. لا ما نمت، انتم انبسطوا ونسوا اني موجود. والله طلع فايق. شوفي هو مو متعود على المرض لهيك متضايق شوي. شوي؟ يعني اذا مقرب مو معناته اني بطلت اسمع عزيز. طيب فريد سامحنا، بس هي اول مرة بحياتي بشوفك وانت مقرب، وبصراحة شكلك بيضحك. وهلأ على تفوقك، شو رأيك اني ساوي لك فنجان قهوة؟ انت طالب مجتهد والله. وقت القهوة البسكويت مجهزته وكل شي تمام. ايه ممتاز، وانا واثق انه رح يكونوا بياخدوا العقل. ايه شو صار لك؟ روق شوي بالاول، دوق وبعدين اعطيني رأيك. شو هالريحة الحلوة ومحشية كتير شوكولا. عن جد عم تحكي؟ على مهلك لا تحترق. كتير سخنة بس كتير طيبة. شكرا شكرا. أنا برأيي إنك تفتحي شي قهوة أو محل حلويات. حلوة الفكرة، ورح أعتبرك أول زبون. شو شايفتك عم تشلح المريولة؟ لسه ما خلصنا. الطبخ عندي هواية مو أكتر. أساساً أنت ما كنت رح تنجح بهالشغل. إيه أنت رح تجي على حفلة عليا اليوم؟ معلوم جاي، اتفقنا أنا والبنات أساساً. إذا بدك بستناكي ونروح مع بعض. ما فيك تستناني، بتعرف شو السبب؟ لأنه مستحيل روح قبل ما رتب هالفوضى، يعني لازم خلص شغلي هون. لهيك أنا بعتذر. خلص أنت طلع هلأ والمساء أنا والبنات منروح لعندكن، أحسن ما تستناني على الفاضي. ماشي. اسمعي، إذا ما عطيتيني قطعتين ما رح أروح. رح تخلصهم قبل ما تروح يعني؟ طيبين. شو رأيك ساوي بسكويت وآخذهم معي اليوم؟ ايه حلو. كتير سخنين والله. طبعا. فريد بيك، انت دقت البسكويت تبع نازلي؟ خلاص. وشو فيها؟ انا رايحة. فريد بيك انت منيح؟ انا منيح نازلي، روحي انت. باينتك مو منيح بنو، انا رايي انه تروح لعند الدكتور. مو محرزه روح على الدكتور هلا، شويه ترشح مو اكتر، عادي يعني. لا تاكلي همي. شو رايك تروح لعند الدكتور وهو بيحدد شو وضعك بالضبط؟ تمام نازلي، رح دق للدكتور وقول له يجي لعندي. فريد بيك لا تواخذني، بس انه تقبل بهالشي بدون ما تناقشني ما بيريحني ابدا. اعطيني رقم الدكتور لاتصل فيه. لا خلص انا رح احكي معه، لا تعذبي حالك. ليكني رح دق له. ايه دق له. الو دكتور؟ والله طلع هالفستان كتير حلو يا فتون، حبيته كتير. ورجيني لشوف. طالع كتير حلو، رح تخيطي لي واحد مثله صح؟ ايه ماشي، تكرم عيونك نورمان، اكيد رح خيط لك واحد مثله تماما. حتى انا رأيي اني صير خيط بالجملة ووزع المحلات. ليكي فتون، خطر لي فكرة كتير حلوة، رح اعمل لك موقع خاص على الانترنت ومنصور فساتينك ومننزلهم على الموقع، وهيك منكون عم نسوق لك وفيكي تبيعي، في ناس هيك بتعمل وبتربح. لك انا عم امزح معك، ما معي هالمبلغ.
لا افتح المشروع هاد بدنا مصاري كتير. فتون حبيبتي، أساساً أنتي مصممة أزيائي الخاصة من هلأ ورايح، وأكيد رح انشهر بيوم من الأيام، وأنتي رح تكوني معي لأنك بتكوني رفيقتي المقربة. يلا إن شاء الله يا عالية. إيه وأنا شو رح صير؟ أنتي رح تصيري بنت مهذبة من اليوم ورايح. إذا كنتي مهذبة أكيد رح تكوني ناجحة. ألو نازلي؟ فتون؟ أنا رح أتأخر شوي. شو قصدك إنه رح تتأخري؟ نازلي أنت وينك؟ لكي قديش صارت الساعة؟ نحن جاهزين ورح نطلع هلأ. فتون ممكن تروقي بتسمعيني شوي؟ هلأ ما فيني روح، فريد بيك مريض وما فيني أتركه وأمشي. عم تقول إنه فريد مريض وما رح تجي هلأ؟ فريد؟ فريد تبعنا؟ لاعب الحديد؟ بس بعرف فريد ما بيمرض أبداً. ألو نازلي؟ لكي علي عم بتقول إنه فريد قوي وما بيمرض، ليكون في شي تاني مخبى وما بدك تقولي. مو وقت مزحك هلأ، الزلمة مريض عن جد، حرارته مرتفعة ودقينا للدكتور جاي يشوفه بعد شوي. ماشي يا روحي، وانت شو إلك علاقة فيه؟ ما نو صغير. مفكرتيني مبسوطة بالقعدة هون فتون؟ ما في حدا يضل عنده هلأ، مضطرة ضل. رح استنى الدكتور ليجي. خلص روحوا هلأ وبعدين بلحقكن لهنيك. ايه تمام تمام، لا تطولي علينا. ماشي يلا باي. حبيبتي هاتي لساوي لك شعرك لأنه مو ظابط. كأنه كان لازم نفشهم شوي. ما أنا رح ساوي. شهيق زفير، شهيق زفير، أعطيني الميزان لشوف. أوه شو بك دكتور، شو رح موت يعني؟ حرارتك 39 كتير مرتفعة فريد بيك، وليش ما أجيت لعندي؟ حكيت هيك بس ما رد. أنت مصاب بعدوى بالجهاز التنفسي، لهيك لازم تروح على المشفى ونستضيفك عنا كم ساعة، نعطيك كل الأدوية اللازمة وبعدين بتتحسن إن شاء الله. لا دكتور ما بدي فوت على المشفى أبداً. طيب مثل ما بدك، رح أبعث لك أدويتك لهون، أنت رح تكوني جنبه اليوم المساء ما هيك؟ منيح، أنا رح أكتب لك على الأدوية شلون طريقة استعمالهم. ضلي عم تقيسي حرارته طول الليل، إذا ما نزلت حرارته بعد كم ساعة من استعمال الأدوية خبريني فوراً، ويكتر شرب مي، وإذا كان بده يتحمم لا تخليه أبداً، حطي قماشة مبلولة على مفاصله أكيد رح تنفعه. عن جد أنا كتير محظوظة لأنكم إجيتوا، بتشكركم كتير. والله من هلأ ورايح نحن رجلنا على رجلك، يعني منحضر حفلات ومنغير جو، مو هيك فتون؟ فتون شبك عم بحكي معك؟ نورمان أنا رح يغطى على قلبي، بترجاكي لا تضغطي علي. جيب لك كوكتيل صودا وعيران. ها؟ كوكتيل صودا وعيران جيب لك؟ بس هلا كتير خفيف عليها، لازم شي أتقل. معناتها جيب لك صودا وليمون أطيب. والله ما بعرف. يعني هالتوتر كله بسبب سعيد؟ إيه يعني شوي، أنا متوترة لأني ما بعرف شلون رح تكون ردة فعلي لما رح واجهه هلا. شو رأيك رح يسمعني إذا حكيت يا ترى؟ ايه اكيد رح يسمعك. عن جد؟ ايه. طيب شو احكي؟ يعني انت بس قولي يلي بقلبك بدون ما تكذبي عليه، وانا متاكد رح يتفهمك. عن جد؟ ليكو اجا سعيد. حبيبتي عليا ليكي انا هلا رح اهرب من الباب الوراني، بتمنى لك التوفيق بخاطركم يا جماعه. لك لا تجدية، تعي لهون فتون وثقي بحالك شوي. شبكي وقفي. ليك شبكي حاجته جدبية يا بنت، وقفي هيك بالشموخ وكوني قوية وروحي لعنده وقلي له كل شي. والله سهل انكم تقولوا هيك لأني بحب سعيد وما بدي أخسره، بقصد إني معجبة فيه. طيب معناتها روحي لعنده وأحكي معه. أحكي هيك؟ إيه قولي له مثل ما قلتي لنا. رح روح لك. ممتاز. واحد يلا، اثنين، ثلاثة، دعولي. لك والله مالي قدراني، انا خايفه. روحي. مرحبا سعيد. مرحبا، ممكن نتعرف؟ انا بكون فتون، فتون الندمانه، فتون الحزينه. والله انا ما بعرف هالثلاثه يلي عديتيهم، كنت بعرف فتون وحده مصممه ازياء بس للاسف هي ماتت وما عادت موجوده بنوب. الله يسامحك يا سعيد، أنا كتير مقهورة. ليك بدي أقول لك شغلة كتير مهمة. ليك
في شي كتير غالي وما بيقوله الواحد للتاني بسهولة هالأيام، وما بيقول يلي بقلبه. ممكن نقول؟ قولي. تورطت معك وماني عارفاني شلون رح اطلع منها. ليك انا عن جد ما كان عندي اي نية عاطلة صدقني، ولما صار سوء التفاهم هاد انا ما قدرت اخلص منه. بعدين يعني مثل طابة تلج صغيرة كبرت وصارت طابة كبيرة، وبعدين صارت جبل تلج كبير، وانا ضليت جوات هداك الجبل التلجي، وبظن انه مستحيل اخلص منه لحتى تسامحني. شو رأيك؟ يا ترى رح يدوب التلج؟ فتون؟ ايه؟ انت مانك الوحيدة المتجمدة، وانا قلبي تجمد فتون. لو سمحت ممكن تعطيني مشروب بس يكون مليان تلج كتير؟ نازلي انتي روحي اذا بدك، انا منيح. رح اطلع اتمشى شوي. رح ينشغل بالي عليك اذا رحت. ما انك شايف انه وضعك مو منيح بنوم، ولون وشك عم يتغير بين اليوم والتاني. ما رح اتركك اذا رحتي. ما رح ينشغل بالك بالبسط اللي هنيك؟ رح ينشغل بس مو كتير. اي مو مهم، البسط ما رح يهرب. باي وقت بروح. وانت مستحيل تضل مرضان عطول، لهيك بشوف اني حول وضع مرضك لشي ممتع وحاول جرب عليك مجموعة خلطات جديدة. قد ايه ظريف انه الكل يعتبروا هالشي ممتع. يلا خليني جرب هاي الخلطة. شكرا لك. صحة وعوافي. بعدين هالشي مانو ممتع. خلاص رح اعترف لك هالشي ممتع كتير. يعني بالحقيقة الامراض والاضطرابات النفسية بالنسبة إلنا كتير عادية، بس مو مرقة عليك. مو لهالدرجة نازلي، بس أنا دائماً بحاول يكون اختياري منطقي وذكي بحياتي. بس فريد بيك ما لازم نتصرف بالعقل على طول، نحنا لازم ناخد رأي قلبنا كمان. شو موجود على الفاضي؟ يعني مو مشكلة إذا كانت شغلة رأي وبس يا نازلي. مثلاً اختيارك إنك تضلي هون هو شيء قلك يا عقلك. يمكن لو سمعتي صوت قلبك كنتي رحتي من زمان، مو هيك؟ بصراحة ما فيني جاوبك جواب واضح لهذا السؤال، مثل أسئلة كتير بالحياة. أنا كان لازم ضل هون لأنه أنت مرضان وبحاجتي، هذا السبب. بس هلأ تأخر الوقت وصار لازم روح على بيتي. معك حق تأخر الوقت، إذا بدك لا تروحي. ما فهمت. يعني إذا مالك رايحة على المطعم فرح تروحي هلأ وترجعي الصبح، لهيك لا تتعبي حالك على الفاضي، غرفتك موجودة. والله فكرة، يعني إني ضل هون منطقي كتير. أنا رح ضل هون لكان لحتى أعرف إذا سمعت لصوت عقلي شو ممكن يصير. أهلين فتون. نازلي. فتون شو عم يصير؟ شو هالصوت؟ هاد سعيد تجمد قلبه. تجمد قلبه؟ شو عم تقولي؟ رحت وحكيت مع سعيد، خبرته باللي عم بيصير بقلبي بالتفصيل، فدار ظهره ومشي وما سمحني. يعني فتون ما فينا نقول ما معه حق. طيب معه حق، بس أنا كمان معي حق. لا يا فتون، أنتي طيبة وظريفة وحلوة وأنا كتير بحبك، بس ما معك حق، لازم تضلي عم تحاولي. نازلي أنا عملت كل شي، حتى أني طلبت من عليا كل الأغاني اللي فيها رسائل. اخترت غنية لما بنفترق وغنية سامحني حبيبي وغنية تلتفت وشوف قلبي المكسور. شو عامل غير هيك؟ فتون ليكي أنا لازم سكر، منحكي بعدين، انتبهي على حالك. دقيقة شوي. ألو أنتي مانك جاية نازلي؟ ما بقدر إجي. بصراحة فريد بيك مرضان كتير، ما فيني اتركه واجي. نازلي عم قلك انا واقعة بمشكلة، رح تتركيني لحالي معقول؟ لا بالغي فتون، يعني انتي مانك واقعة بمشكلة كبيرة ولا شي. بعدين الزلمة مريض هلا، فمنطقيا انا لازم ضل عنده. شو هالحكي نازلي؟ وين المنطق بالموضوع؟ المنطق انك تحملي حالك وتجي لعنا فورا. واضح انك حبيبتي نازلي.
ألو، منيح خليكي ساكتة هيك، يلا بخاطرك. مجنونة. البنت اعتذرت منك، لا تقسى عليها أنت كمان. شو يعني؟ يعني احكي معها أي شيء. أهلين حبيبتي. لا تطنشها. أنا رايح جيب شيء لحتى أشربه. سعيد عم يتصرف كأنه أنا عاملة شي جريمة. شو يعني ما بنقدر نكون بمطرح واحد؟ إذا مفكر إني رح روح لشي مطرح فخليه يستنى كتير لأني رح ضل هون. إيه لا تروحي، لأنه نازلي جاي. لا نازلي ما رح تقدر تجي. ليش؟ لأنه سيد فريد مرضان ولازم تضل جنبه. سلامته. عزيز ممكن أطلب منك شغلة؟ طبعاً. العازف الجيتار تبعنا مرض وإجا عازف تاني بداله بس ما بيعرف الأغاني منيح، ممكن تعزف بداله؟ شي كتير حلو، من هلأ رح طالع موبايلي وافتح بس مباشر، خلي كل العالم تشوف. لا هالشي عيب مشان الشاب. لا أصلاً هو قلقان لأنه ما بيعرف الأغاني، فهالشي منيح لإله. يلا عزيز لا تكسف عليا، وأنا ما شفتك عم تعزف بحفلي أبداً، بركي هالشي بيرفع معنوياتي شوي وبنبسط. طيب موافق. يلا خلينا نروح لكام. أنا في عندي آلة قانون بالبيت. عن جد؟ بعزف كل فترة هيك شي يعني. آلة قانون؟ إيه؟ عن جد بتعزف عليها؟ قديشك قديم أنت، بأي قرن عايش؟ أه حبيبتي نورمان أنت شو فهمك بالموسيقى؟ يعني هي ذكرى غالية من أبي ما عرفت شو أعمل فيها. لما ضلت بالبيت أخذت شوية دروس وكل فترة بعزف لحالي بالبيت. إيه برافو، خير ما عملت. شكرا. حسابك مو هون. نورمان شو صار بالتدريب تبعي؟ ما صار شيء مثل ما هو. طيب اتصلي بشركتنا بكرة الصباح، اطلبي موعد من الست اقبال، خلينا نخلص من هالمسألة. عن جد عم تحكي؟ والله فرحتني كتير، شكرا كتير لك، باركولي. شو حكيتي مع فريد اليوم؟ ديما؟ ايه؟ عم اقلك حكيتي مع فريد اليوم؟ ما كان موجود بالشركة راكان. يعني ما حكيتي معه ابدا؟ يعني ما صار حكي عن شي موضوع مهم؟ اي شي فينا نستغله بالمحكمة؟ ما حكيته. طيب انا بدي احكي مع خالي. استلمي يا روحي انت، تعال عندي لشوف. تعال. ليك يا عمري هلأ الوقت كتير تأخر وانت لازم تكون نايم من زمان، هلأ بتشرب الحليب تبعك وبتروح فوراً مع ميسا وبتنام بغرفتك، كلامي مفهوم حبيبي؟ بالأول اتصلي مع خالي. حبيبي بدر بلا ما نزعج الناس لأنه الوقت تأخر كتير. ما دخلني، بدي أحكي مع خالي. طيب ماشي مثل ما بدك، بس فوراً بتروح على النوم بعد ما تحكي. ماشي ماشي. لو سمحتي خليها مكالمة فيديو. تفضل. شكرا ميسا. فريد بيك؟ ردي انتي وقلي لون نايم. الو حبيبي بدر مرحبا. نازلي طمنيني كيفك انتي؟ انا منيحة. شو ميسا اتصلتي مع نازلي بالغلط؟ لا اتصلت برقم فريد بيك. ايه مزبوط، هذا بيته لخاله فريد. لساتك عنده نازلي؟ ايه يا عمري، لأنه خالك مريض شوي لهيك ما قدرت تروح على بيتي. رح ضل الليلة معه كمرافقة. شو يعني مرافقة؟
المرافقة بتنقال عن الأشخاص اللي بيضلوا مع المرضى وبيساعدوهم، يعني مثلي هلأ. طيب يا ترى أنت رح ترافقيني إذا مرضت شي مرة؟ لا يا روح، إن شاء الله بنوب ما بتمرض ورح دل إجي لعندك. تمام، إذا هيك ماشي. كيف خالي؟ خليني شوفه نازلي لو سمحتي. هلأ خالي كتير مرضان؟ لا يا روحي مو مرضان كتير، بس حرارته مرتفعة، بس هلأ ارتاح شوي. فهمت عليكي، خليني أشوف خالي شوي لو سمحتي. طب لحظة رح حط الموبايل قدامه. سلامتك خالو فريد. كيفك حبيبي؟ شو عم تعمل؟ أنا منيحة كتير، اشتقت لك وبدي شوفك. وين راحت نازلي؟ أنا هون. نازلي؟ عم تهتمي بخالو مو هيك؟ إيه لا تخاف، رح أهتم بخالو. خالي عن جد عم تدير بالي عليك؟ إيه عم تدير بالي منيح خالو. بدر حبيبي خلص بكفي، مانك شايف إنه خالك مريض فلا تضايقه أكتر من هيك، ماشي تمام؟ طيب خالو ما رح ضايقكم. يلا باي، تصبحوا على خير. وانت بخير حبيبي. مع السلامة يا روحي، منشوفك. رح رجع الموبايل وكمل شغلي. يلا ميساء، خدي بدر لغرفته، ضلي هنيك لحتى ينام. مو هيك يا بطل؟ نحن هيك اتفقنا. طيب تصبحوا على خير. وانت بخير حبيبي. تصبح على خير يا بطل. تصبحوا على خير. وانت من أهله. ايدي مخانو، شو رأيك بالموضوع؟ أي موضوع؟ شو يعني أي موضوع حبيبتي؟ أنا بقصد فريد والطباخة، ما شفتيهم كيف منسجمين؟ أكيد رح يصير بيناتهم شي علاقة. شو دخلنا راكا؟ كيف يعني شو دخلنا؟ ما حكينا عن هذا الموضوع. ليكي حبيبتي، إذا كان في شي بيناتهم وأثبتنا هذا الشي، فهذا رح يفيدنا كتير بالمحكمة، فهمتي علي؟ وحتى تخيلي يعني كأني عم بسمع أخبار بالمجلة، فريد أصلاً يغازل طباخته. أوهو. لا 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 اسمعي، هل وجد فريد أصلاً حبه الأبدي في المطبخ؟ بعتذر منك، أنا مثلت بشكل حلو. رح أمسك فريد أصلاً هيك من دنبه وبلش لفه 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 وهبا، بعدين فوراً ستة ولهنيك. الحب في المطبخ.